أنا يزل محمد من سوريا، دير الزور، دارس مخبر. بس الجانب المهم بحياتي بلش من 2004، هو المسرح. أسرح كبار وأطفال كتمثيل وإخراج، بالإضافة لأعمال وثائقية وكرتونية من إخراجي وأعمال دوبلاج. الحياة الفعلية إلي بلشت بالخطوة الأولى خارج حدود الوطن، لوطن مؤقت آخر عم حاول فيه وصل صوتي ورسالتي بشكل أريح وأجمل. بداية من الأطفال كمان بعمل مسرحي وفيلم قصير على المعتقلين، بالإضافة لفيديو وثائقي عن حالة الاندماج بمدينتي الحالية بالنمسا غراتس. Dieses Projekt heißt Zusammenleben in Graz. Es ist ein Mentoring-Projekt für Asylsuchende und Österreicher. وبرنامج ساخر يحمل طابع الكوميديا السوداء للحالة اللي تعيشها سوريا والمنطقة. هذا الأمر يعني لأنه من الواضح أن هذه الكراسي يعني كانت جدا مريحة، لدرجة إنه يعني بعض القادة يعني ناموا يا زيدي، ناموا وذا القمة. الأهم إنه بنتي جوليا كان لها النصيب الأكبر من الحياة الآمنة هون، وهالشي خلاها تحكي اللغة الألمانية وتطلع مواهبها بالرسم والفن التشكيلي. وعموما هي حابة تعمل معرض للوحاتها بالفترة القادمة، وأكيد أنا وزوجتي راح ندعم هالمشروع الحلو.